هل الأكل ممكن يأثر على قوة الإبصار بصورة مباشرة؟ الإجابة آه. في 3 طرق مختلفة ممكن الأكل يأثر بيهم على قوة الإبصار. الطريقة المباشرة في ساعتها لما واحد يأكل حاجة أو يشربها، في ساعتها يفقد نظره. الطريقة التانية خلال عدة شهور. الطريقة التالتة خلال عدة سنين. إيه الحاجة اللي ممكن حد لو كلها أو شربها يفقد نظره مباشرة؟ هي الميثايل الكحول أو الكحول الميثيلي، الكحول الأحمر اللي موجود في الخمور المغشوشة الموجودة بأسعار رخيصة في السوق. دي بتؤدي إلى فقدان مباشر للنظر بسبب تسمم العصب البصري. في حاجة كمان ممكن تعمل كده؟ آه، أو الأكسيد الكربون والغازات السامة الموجودة في السجاير وفي الحشيش وفي الدخان عموما بتؤدي إلى فقدان النظر لو تم التعرض لها بكميات كبيرة. طيب على المدى المتوسط خلال عدة شهور إيه الحاجة اللي ممكن تفقد الإنسان بصره أو تضعف له بصره؟ ارتفاع نسبة السكر في الدم خلال عدة شهور بيؤدي إلى تغير في الخصائص الفيزيائية للسوائل الموجودة داخل العين. بيكون واحد عنده نظارة مستريح بيها، لما سكره يفضل مرتفع لفترة معينة بيكتشف إنه ما عادش مستريح بنظارته، بيروح لدكتور العيون بيغير له النظارة. بعد ما بيظبط سكره بيلاقي إن نظره رجع طبيعي تاني ورجع يستريح بالنظارة القديمة، أو حدوث تصلب في ألياف عدسة العين. ده بيؤدي إلى تطور مية بيضة بتبدأ في زغللة مستمرة في العين ما بتروحش حتى بعد ما السكر يتظبط. لو الدكتور اكتشف إنه في مية بيضة في العين، ساعتها لازم يخضع المريض لعملية عشان يزيل المية البيضة ويركب عدسة صناعية عالية الجودة داخل العين. طيب الحاجة الثالثة وهي الأخطر، الفقدان الكلي للبصر بسبب التعرض لسكر مرتفع في الدم لعدة سنوات من 5 ل 8 سنوات أو أكثر، بيؤدي إلى التهتك في جدران الأوعية الدموية، حدوث نزيف في الجسم الزجاجي، انفصال شبكي، ارتفاع في ضغط العين وتطور مياه زرقاء دموية أو ضمور في العصب البصري. كل الحاجات دي بتؤدي إلى فقدان للنظر لو ما تلحقتش في بدايتها بيكون فقدان لا يمكن استعادته من البداية. نحاول ما نتعرضش للحاجات اللي بتضعف الإبصار. لو حصل ده نتوجه فورا للطبيب، نظبط سكرنا، ويقول تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكل سنة وانتم طيبين.